اليوم موضوع كلش مهم، هو يقع ضمن موضوع عنوان تايتل فيري بيج تايتل، هو الاندوكرينولوجي، ميديكال اندوكرينولوجي مو فيزيولوجيكال. واول واحد من اذن واهم من كلش هو دايابيتس ميليتس. Presence of sugar in urine. إذا واحد شكيت عنده diabetes mellitus، عوف العلامات الأخرى. شيكت اليورين مالته، there is no sugar in the urine. فحص موجود. Why should I say this is diabetes mellitus؟ ما بأخذ علاج، ما بأخذ علاج. إذا واحد مرات يأخذون علاج ما يصير. يعني واحدة من الأشياء المهمة شو اسمه، قبل كانوا قبل ما اقتحل المختبرات أيام العصور المظلمة، كان واحدة من طرق التشخيص أن يذوقون الإدرار مع المريض. يذوقون شو تسوي يعني، مضطرين يذوقون يشوفوا حلو لو مو حلو. أوكي، لا بس أنا أذكركم بالحكاية على أنه الشجر إن يورين، لا تنسون هاي الحكاية. شجر بس مو شجر بالبلاد، اعتياد الشجر يصعد بالبلاد إلى ارتفاعات كلش عالية، لكن الكيدني is under control، ما تحبر الجلوكوز into the urine. اوكي نبا ليش؟ لان اكو زايمتك اكشن وهرمونال اكشن، واللي يشتغل الانسولين اكتيفني يشتغل على كل مكان يمنع ان يطلع. اذا عبر حدود الطبيعيه والانسولين ضعيف او الانسولين قليل ضعيف بالشغل مالته بالاكتيفيتي او قليل بالحجم مالته يطلع يعبر. فاذا من علامات الدايابيتس ميليتس شنو؟ انه هي كلمه انا داعش اسال عنوان دايابيتس ميليتس يعني يورين ان ذا شوجر ان يورين. اوكي، هو العنوان ده يعديك على التشخيص شوجر ان يورين. ها شنو معناته بالمعنى هذا شوجر يورين؟ شوجر وات از شوجر؟ شوجر از ذا سورس اوف انرجي. جلوكوز هو يسموه البلاد شوجر، يعني سكر الدم ما يدخل للبلاد الا كل ما ناكل ونشرب من الكربوهيدرات يتحول الى جلوكوز. الجلوكوز هو العمده من الميتوكوندريا من الاي تي بي، يحول الاي دي بي الى اي تي بي بالاوكسيديشن والاوكسيفوسفوريزيشن، ويحول الى شنو؟ اي تي بي. فوسفوريزيشن واوكسيديتيف فوسفوريزيشن. فايش يتحول؟ يتحول الى اي تي بي. فاذا انت تفقد اليور الشوجر باليورين You are losing energy. You are losing what's called building units. Glucose. That is one of the علامات الدايابيتس ميليتس. I know that they start to lose weight. Okay. When after when? طب زوجة ما مزوجة؟ قريبا إن شاء الله. وين؟ لي ورا. وين؟ نرجع. والله القطعة وحكي معك. والله أفكار مثل الشت. والله ما هديش داعش يعني ترى. لوس أوف إنرجي. يعني شاي جرعة شاي وأسد. أنت سبسيت أفكار وأنت تقطع منه ولا؟ أبو القريبة كذاب. أنا عارفة بعيون أبو القريبة تبعيدة. آخر واحد تزوج. يلا نرجع على شايفة. فإذا دايابيتس من الشجر إن يورين، يعني energy in urine، يعني building units in urine، يعني you are losing something important اللي هو مسؤول عن building of protein. الكربوهيدرات تتحول بالجلوكونيوجينيسيس، تحويل الجلوكوز الى يما قلبي يما قايم قايم شغل. يا الله اشكرك باباتي، اليوم دمرتني انت. كل يوم سبع، اليوم مو سبع، اليوم مقطوم بينك. فهذا دايابيتس كتعريف، يعني تعريف الاسم مو الموضوع. حتى تفهمون تقولون دايابيتس تعرف تحكي
تحكي something very important يعني كلمة diabetes mellitus. بعدين شغلة أخرى عن هشكل طلعت سلايدات. والله على موت هاي الأشياء هسه راح أقولها. المثقف الطبيب المثقف طبيب الأسنان أو طبيب المثقف أو صيدلي أو يعني يكتب diabetes mellitus بأي مكان عيب عليه. أول واحدة ده capital، الثانية يجب أن تكون small letter. حتى لو أنت تكتب small letter يعني مثلا كل كلمة تسويها capital، هاي كلمة واحدة diabetes mellitus أول جزء من عندها capital، ثاني واحد شنو؟ قاعدة من القواعد الإنجليزية اللاتينية بكتابة أسماء الأمراض. طبيب اللي يكتب diabetes mellitus هاي غلط، أنا قصرت خليته. This is wrong. diabetes mellitus لازم mellitus يصير شنو؟ أهم small one. ما أدري بيش شو صار تيجي. طلع نعرفكم عليهم بس طابرة من عندي ترى، والله طابرة من عندي. لا تحشيها. لا 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 صار لي ساعة لا اسمه كتاب الأم الأمة لا تسد اختصار مثل وجهه بقوسين كتاب جوا شنو صحيح DM يعني بالانجليزي دي دونكي وبالعربي مطي حتى شو دي ام اوكي شو اشتم على الدي بالانجليزي والعربي يا الله يا يمك الديفينيشن diabetes mellitus هذه النقطه الاساسيه ليش هذا حضور المحاضرة مو في بابات؟ هي هاي تعليقات اللي يعني ما حب حضر لها هسه دعتيها. أهم نقطة تفهموها بالد بالdefinition of diabetes it's a multi system disease. أكثر diseases حباب. إيش التصاعد كلش من شلونك؟ إيش بي آر تي صاير؟ تعرف شو إيش بي يحسر بود؟ اهم شيء بنحكي بالتعريف مالتي سيستم يعني اكو امراض تضرب العين تضرب الاذن تضرب المدن شنو ما تضرب غير شيء واحد هذا لا يضرب العين والاذن والكلى فاهم اكثر التعريف انه اتس مالتي سيستم ديزيز ميتابوليك هاي النقطه الثانيه كانت ميتابوليك لا ليش ايوه ما يخاف يا ميتابوليك اتس ميتابوليك مالتي سيستم ديزيز الميتابوليزم خربطت زين والشغله الثانيه اس ريليتد تو هسه راح تجي شلون راح تجي بالتعريف مو انت ما تعرف يعني مو انا فاهم المكان ولا اسوي كوبي بيست diabetes mellitus is a multi system disease related to what يعني شنو علاقتها باي شيء بالكرونيسيتي اتس ا كرونيك ديزيز وذا اكيوت اور كرونيك اور بتي يعني تايب 1 او تايب 2 او تايب 3 كرونيك وكرونيسيتي هاي واحده ثانيه abnormal هذا أقول عن شيء هم دحين ما abnormal metabolism of شنو of fuel الجلوكوز هو الفيول الفات الفيول الوقود الوقود أبو الموبايل الوقود والفرق بين الوقود والوقود الوقود ما الدبابة والوقود ما تنتجه المادة من السعر وهذا القرآن ما مقصر بيها قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود مو الوقود الوقود الفحم الوقود السعر سعر مال الوقود أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعامهم لها مالكوا بذلناها لكم فمنها ركوبهم وليست ركوبهم الركوب هو ما يركب والركوب الركوب الحصان هو ركوبك وأنت تركبه أنت الجسم صاحب الركوب لكن الركوب المادة اللي تركبها أوكي عكس الموضوع نعمة ونعمة هاي ثقافة بواتي النعمة الأكل والشرب وتاكله والفلوس وهاي نعمة النعمة ما تحصله و
ونعمة فيها فاكهين، يعني ما تتمتع به من النعمة هو نعمة، ونعمة كانوا فيها فاكهين. فنرجع الوقود الفيول جلوكوز والفات، لذلك يفقد فات لأن ماكو جلوكوز يحرك الفات، البودي يحرك الفات هو يبدي يضعف الإنسان. شوف قبل مثلا 4-5 سنوات تخين، هاي شنو إبراهيم؟ قال له العالم إبراهيم، قال ما شاء الله حتى اسمك متغير رايا ضعفان وكلش من ورا شنو لوزينج انرجي باليورين. اوكي شغله اخرى، اندوكراين ديس اوردر كوزز ابنورمال انسولين برودكشن، هي تعريفها انه احنا عندنا المشكله وين طامه الكبرى بالانسولين. الانسولين اما ابنورمالي بالكميه قليل، يعني بيتا سيلز او بيتا سيلز اوف ذا بنكرياس بتفرز الانسولين هاي تايب 1، فلذلك عنده يصير شنو ديفيشنسي، او انسولين موجود والكميه بالعكس اكثر من الطبيعي لكن ضعيف الانسولين، مو هو الانسولين ما يشتغل، الريسبتر عاطل، الريسبتر اللي يشتغل عليه الانسولين ما يشتغل. يعني انت عندك مفاتيح وما كلها ترى مع الباب، بس الباب شو اسمه مالته الفتحه مكسوره، شنو قيمه المفاتيح الهوايه؟ ومرات عندك الباب مش ما بس مفتاح ما عندك. الفرق الاول نوع الاول مفتاح ما عندك، ثاني واحد مكان المفتاح الهول يعني كي هول عاطلة مكسورة، أوكي أو داحسين بيها الشغلة اللي بيطف بيها المفتاح وياي. بعد أول واحدة تايب 1 والثاني واحدة تايب 2، أو التايب 2 خلاص خش شايل كوب المفاتيح، ثاني واحدة مع المفتاح ما حد يقل المفتاح هذا تايب 1. أوكي بعدين هاي النقطة الثالثة، فإذا disorder في الأبنورمال انسولين برودكشن أو impaired insulin شنو utilization هسه حكينا النوع الثاني او both of them مرات اثنينهم هم انسولين قليل وهم الانسولين الموجود ما يشتغل عدل. فاذا both abnormal production and impaired يعني خلل في impaired utilization، وهذا هو طعمة الكبرى. يعني يستخدم combine شنو type 1 and type 2، يعني يبدي هو type 2 من السمنه ومن الجسمه ومن هو اشياء سي، بعدين شويه شويه تحول لتايب 1 حتى الا الانسولين ياخذ. اوكي تايب 1 يعني انسولين ما عنده انسولين، تايب 2 لا عنده انسولين كوم عنده هايبر انسولين يمي هو، لكن انت شو تسوي؟ تحاول تصلح الريسبتورز وياي ما تعطي انسولين ابو التايب 2 الا اذا ما اشتغل كلش الحبوب مره ثانيه على الطي. لكن شنو اللايف ستايل تشينج؟ حكينا لايف ستايل تشينج يحل لك المشكله، سمين ضعفه، يشرب عرق بطله، يدخن قلله، زين؟ دفتر ما يجيب وقلم ما يجيب طلعه. اوكي؟ هسه نجي على بعد شنو؟ دايابيتس ميليتس از اليدنج، ليش مصيبه؟ وليش احنا وليش نقارن دايابيتس ميليتس؟ Diabetes mellitus is a leading cause of what? أول شيء heart diseases. CAD أخذناها. Coronary artery disease. وسأل لك تفاصيل شو تصير. Through the atherosclerotic changes. Stroke. قلنا إذا stroke إنه واحد تبصر brain. إذا قلنا heart stroke لا عرفتها. بس إذا ذكرت بدون تعريف يعني معناه cerebral. CVA. CVA أما cardiovascular disease أو cerebrovascular accident دير بالكم. أوكي ف CVA معناه stroke، مو stroke سي stroke stroke كلمة stroke still. ليش؟ لأنه الإنجليزي يعطون الشسمة comparative degrees على الأكسد كم وحدة، يعني أنت عندك كلمة beautiful ثلاثة تصير more beautiful most beautiful، بينما إذا كلمة واحدة تصير the best أو the better than the best good better best don't leave them rest until you're good is better and you're better is best. لذلك تبي تقول strong يعني stronger strongest، لو هي strong صار the most strong the most strong ما حد. أوكي لغة وراكم وراكم نجي ثاني واحدة adult بلاي، يعني الأدلت ما يساعدون بلاي تسبباتي غير disease السوي like diabetic دول التايب 1 هم خطيئة الأدلت هم خطيئة سعيدون بلاي تسبباتي واحد شاب شباب خطيئة يبقى عينه من ورا شنو تايب 1
يعني انسولين ما عنده ضعيف انسولين او امبيرد فانكشن اوف انسولين ادلت بلايندنس ذا كومنست كوز اوف ادلت بلايندنس هاي ايضا لازم يعرف عن دايابيتس ميلتس يعني قصدي شنو قصدي اذا شفت واحد يشكي من عيونه او مشاعر وكبر دايابيتس ميلتس اوكي تايب 1 وتسال راسا شوف جلده عظم يلا adult blindness okay بذاك يعني إذا سمعت إنه واحد adult أو يعني شباب وصار عنده blindness تشوفه thin فكر بدايبي تسمعه تشوفه بعدين هذا قصد بيها النقطة الرابعة neurotrophic lower limb amputation يعني أكثر سبب هي طبعاً مهم leading cause of شنو بالamputations اللي مو سببها تروما ليش يصير ما تعرف شو راح يصير بلوك يصير ثرومبوسيس يصير جانجرين قطعية amputations دك هل diabetes mellitus special type 1 pathophysiology احنا ما نقدر نفهم pathophysiology of diabetes mellitus unless we know the insulin functions or insulin metabolism normal insulin metabolism الانسولين طبعا is a hormone synthesized and secreted by the pancreas شنو هذا produced by the beta cells وما خلينا نشوف عندنا سكوبزيون مو قلت لكم ذكر in the iris of Langerhans هسه راح تشوفوها cells of the Langerhans cells of the pancreas يعني وايضا it facilitates سهل normal glucose range between 70 and 120 على normal بعدين insulin promotes glucose transport from the you know, from the bloodstream across the cell membrane to the cytoplasm of the cell. ليش حكي له الميتوكوندريا هو عقل المدلوقة تدخل الميتوكوندريا الميتوكوندريا تنتظر شوية يدخل الجلوكوز إلى السيتوبلازم أو السيتوسول وبعدين يدخل بالميتوكوندريا حتى يتحول إلى ATP. طبعاً ATP مسؤول عن شوفك وعن سمعك وعن نومك وعن تفكيرك وعن عضلاتك وحيلك وعن عظامك وعن ذلك بدها بتسمعتس إذا بدأ يتخربط وما يأخذ العلاج وما شنو هذه ذي كله عطلاً ليش ما زين ليش يشوف زين ليش يقوم زين ليه شو اسمه يحس بالنفول والتعب يحس بالضعف يعني مأساة الجلوكوز مالته ما يشتغل ما يطب حتى يسوي بلوك لل السشايت يسموه يعني ما يقوم يشتهي وايد صعد يشتهي بس ما ماكو فايده من الاكل مالته ياكل ويضعف زين طب بالله يطلع منه ماكو فايده من الاكل مالته ف هذه صوره حلوه ك ماكرو بيكتشر انه this is the liver هذا الليفر وهذا الستمك هذا السابق الستمك واللي يجي بعدين ديودينم وهنا البنكرياس الراس مالته يكتب بالسي كيرف اوف ذا بنكرياس واذا ناخذ مقطع باي وصله من البنكرياس راح نشوفه يتكون من تو تايبس اوف سيلز الاسينر سيلز اللي هي على شكل اسيناي على شكل اسيناي هاي الاسيناي هاي 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 واكو فد ايرس اوف يعني جزيرات صغيره بها سيلز اللي هي الايز او الايلتس اوف اوف لانجرهانز اما لانجرهانز ايلت او الايز اوف لانجرهانز هذه راح نشوفها كفرها شويه هذه المقطع اللي هاي الاسيلز اللي على شكل تيوبز وتقطعها وهي شنو البنكرياس كومباوند جلاند باكسوكراين وباندوكراين الاندوكراين معناها السيلز دايركتلي تفرز التاج مالتها للبلد بينما الاكسوكراين بها داكس اذا بها داكس لازم بها تيوبز اللي تيوب تاخذ مقطع به تطلع الاسينر يعني دويره من الخلايا هذا المقاطع مال التيوبز اللي تولد داكس يعني
اللي تولد السكريشنز مع الدايجستيف سكريشن او الدايجستيف سكريشنز مع البنكرياس هذه. لكن ذني سيلز اللي هي الفا وبيتا وجاما ودلتا هذه بالبنكرياس. احنا خصنا البيتا اللي هي وين بطيها لون جو زرقاء هذا لونها جراي هذه هاي البيتا هذه الدلتا وهذه الالفا الالفا السوداء الفا جلوكاجون الهرمون والبيتا تفرز الانسولين والدلتا تفرز التستل شو اسمه ديجستيف هرمونز وهكذا. هذا مقطع حقيقي سلايد حقيقي بالبنكرياس ديك صوره حتى توضح لكم هذا المقطع. المقطع هاي الاس ان ام هاي التيوب يرجع الدكس وهذه الايرز اوف لانجرهان وهذه الطوخ كلش ذني هنا السيلز الالفا والبيتا وان شاء الله. اوكي مامتي اذا عندنا شنو عندنا الانسولين من البيتا cells which stimulates the uptake of glucose by the body cells thus decreasing the blood glucose level. وهذا تحفظوها BGL. BGL as is by the جميع. BGL blood glucose level. قاعدة يعني مصطلح معروف. BGL. Okay, بجل. على وجه الفجل. بجل. Okay. الفجل. البي جي ال هو البلود جلوكوز ليفلز هذه يسوي ديكريز. جلوكاجون اللي هو طلع من الالفا سيل شو يسوي؟ It stimulates the breakdown يفسخ الجلايكوجين المخزون وين؟ المخزون بالليفر ادى الحاجه اذا لكن الجلوكاجون هو هرمون الصيام والانسولين هرمون الافطار. اوكي بالفطور احنا الانسولين اكثر شرب الجلوكاجون اذا ما عندك متى تاكل الانسولين ما ينفرز لان يكتب لعله بالامر شوكر بالبلاد فاذا عند شده يهبط السكر نتيجه حركتك وهذه اذا تشتغل والتصايب فشلون يصعد الجلوكوز حتى يعطيك المستوى المطلوب؟ الجلوكاجون يحول الجلايكوجين بالليفر الى شنو؟ الى جلوكوز ويحافظ على المينتينس. This is the شنو هوميوستاسيس خذناها بالهوميوستاسيس شيء يبقى بالانسد ويل بالانسد ذا سيم ليفل مع جلوكوز كذا من 70 الى 120 المفروض لا يزيد عن 70 ولا يزيد عن 120 اللي يشتغل الانسولين ايد بايد الانسولين ويا جلوكوز شو اسمه جلوكاجون الالفا والبيتا. اوكي لذلك الجلوكاجون ينفرز من الالفا سيلز اوف ذا ايز اوف لانجرهان ستيمليت ذا بريك داون اوف جلايكوجين اند ريليز جلوكوز ذير باي انكريزينج بلاد ليفل اوف ذا جلوكوز. Glucagon and insulin work together to regulate and maintain the blood glucose levels, high PGL. So it can be a طوق حتى نتبول. Okay? And you also have a طوق. اليوم طوقته. Glycogen. شنو هو الجلايكوجين؟ مو جلوكاجون، جلوكاجون هرمون. جلايكوجين يخزن بالكبد. هو اللي يجي من شنو؟ شوكر. لكن برطب الشوكر يجمع على بوليسكرايد، يعني بولي جلوكوز يجمع على شكل سكر معقد. Polysaccharide consisting of, you know, of numerous monosaccharide اللي glucose يعني glucose يعني linked together مربوطة أو bonded together stored as you know an energy source in liver and muscle. المصل اخر سلايد طبعا انا المحاضره مال العام ضيعت الضح دور عليه ماكو فعندي محاضرات انا كل سنه اسوي ابديتنج فعندي محاضرات 2017 وقاعد اتعدلهن بس وحولت السلايدات بدلتهن الباك جراوند هذا جديد الباك جراوند بالنسبه فتعبت لي ذاك وصارت في كلنا هسه بالغرفه وسويت هذا السلايد General medicine, diabetes medicine, insulin functions. Generation. It enables. هذا كلش مهم عادي. صح. صح. نحكينا بس بعد. حكي مهم. أنه insulin enables glucose to be transported into the cell for body energy. هاي حكيناها. Glucose هذا مهم. Glucose is the preferred. يعني المستحب. Is the preferred of the body
fuel of the body cells. النقطة الثالثة, the only fuel that the brain can use. البرين ما يعرف أي شجر غير الجلوكوز. ما ممكن يستعمل. لذلك الهايبوغلايسيميا خطرة. والهايبوكاليميا خطرة. يعني أنا أخاف على المريض من الهايبوغلايسيميا السكر أكثر ما أخاف عليه من يعني أضرب لكم مثال كلش حلو. كنا مقيمين نقعد بالطوارئ بالمدينة. والله يجيبوا لنا ياهم عند الدايابيتس ميليتس شديه طبعا طالع شمين او شمينه تابعين فاقد الوعي يا ابي شنو هذا عنده سكر متخربط اها عنده سكر متخربط انا بين امرين اما هايبوغلايسيميا تسويها كوما او هايبرغلايسيميا وتسوي كوما الهايبرغلايسيميا مو بيرسي يعني بذاتها هي تسوي لكن الهايبرغلايسيميا راح تولد لنا ما يسمى بالكيتون بوديز لان الميتابوليزم يصير انيروبيك يصير كيتون اسيد كيتونيك اسيد هذه شو تسوي؟ تسوي كوما اذا زادت الكونسنتريشن مالتها كلش عالي ريحتها الاسيتون ريحتها مثل الاسيتون ذلك يجيني فاتح حلقه اشتم النفس مالته اذا بريحه الاسيتون هذا هايبا يعني هذا شنو؟ ذهبتك وما ماخذ العلاج مالته يعني مو هايبو هايبر هذا راح عشان تعلق له اهم علاج هو النور سيلاين لود بالدوريس عندهم ديهايدريشن يفقد اليورين كل الجلوكوز يطلع باليورين يطلع شو اسمه؟ ووتر لكن يبزون ويأكلون وهاي ال dehydration العلاقة أيضا بالكوما ف dehydration والأسيتونز والأسيتيك أسيد والكل العلاقة البرين ما يتحمل وماخو الجلد من البرين ما عاد بدأ يستلم جلوكوز اللي يشتغل بيه كوما ذهبت الكوما فأبو ذهبت الكوما أولا تشتغل خلقه شوف الأسيتون الشيء الثاني أنه طبعا إذا تقدر تأخذ معلوماتها بس مكافي إذا ما تقدر تعرف الأسيتون ماكو يجوز حلقه مو مال يعني ماكل شيء ما تقدر تميزه أو خشمك مسدود منشول أنت ليش شو تسوي فد درب علق له جلوكوز لأن إذا هو هايبرغلايسيميك يعني معلق له جلوكوز ما راح يزيد ما زاد حنون شو ما راح يزيد طين بلة يعني واحد جاي مبلل ما يخاف من المطر الجلوكوز راح تطيق الدرب فإذا صحة إذا هايبرغلايسيميك راح يصحى إذا هايبرغلايسيميا ما صح خلال خمس دقائق يعني معناه this is hyperglycemia لأن المريض يموت من الهايبو مو من الهايبر بس يموت من الهايبر مو من الهايبر جلوكوز يموت من الأسيديتي ومن شنو الكيتون بوديز كيتو أسيديك كوما أسيدوتيك كوما أوكي شنو حتى دوين بيها نقطة ثلاث إيه فهذا هو conversion of the excess of glucose. الإنسولين إذا عدت excess of glucose نعم. بس هاي ما هي إذا تسأل ريحة الأسيتون في حالك هاي ولا هاي؟ هاي كار. بس إذا قلت إنه إذا ريحة الأسيتون هو دماغ. يا بعدين قلت. راح تشبع لسانها وتطيبها علي. البابا بيصير جلوكوز كلش عالي بالبادي. وبدأ يدخل للسال الجسم يستخدمه بطريقة أخرى أن يحول إلى كيتون بوديز الميتابوليزم بالليبر تحول الهاي جلوكوز مو كله لكن هو يجي هاي جلوكوز لازم تحوله إلى شنو إلى كيتون وأسيتون وهالشغلات اللي يسموها هي كيتونز هذه تزيد بالهايبر شكر مين يجي إذا هو عند هايبوغلايسيميا مين يجي الكيتونز بعد ما يحتاج جلوكوز بدأ يجي وياي يعني بمعنى ان الواحد بسم الله الرحمن الرحيم ان الانسان لا يطغى عن رآه استغنى الله مرات يبتلي الانسان بالفقر ويهايبو ويبتلي ويمتحن بالرزق واللي هي الهايبر والرزق الهايبر الامتحان بالرزق والعافيه والفلوس الهوايه هو اكثر خطوره من شنو؟ الفقر ليش؟ لان الانسان لا يطغى عن رآه استغنى بكل شيء بالمنصب والفلوس والهذي يقوم يشرب عرق ويقوم يشرب دور الكسرات ويعوف الله وينسى روحه ويظلم ويبسط ويحكم بفلوسه خذوا دخلت البرلمان والحكومه جرابيع والله جرابيع بابا حتى لو ابويا بالبرلمان اكبر جربوح ظلام ما عندهم رحم دولة كلهم هايبر بالبرلمان هايبر بالبرلمانزم والله كلهم طغاة
والله اليوم أهم شيء أسب بيهم، لأن وين ما أمشي قصاد هذا المنصور العظيم الحي اللطيف هاي تطلع بعدها مني ما بمشي كل قصة وين الحكومة هاي جلوعة عمين تعاصمة بالتكب اي والله لا سوي اذا هو المنصور اللي هو روح بغداد شوارع محفره والسيارات صار جراج الطريق الرئيسي صار جراج للمرور يشتغل للبلد تشتغل للتامين هذا العبد المهدي ايش يسوي على امورهم لا واحد واحد والله لا خاف بسم الله سفلة قلت له راح تروي وياه تشم من الشغلة ما فيه شعب ميت من القهر ومن الجوع ومن نجي الانسولين بريفنس البريك داون او بودي بروتين يعني انت اذا عندك شكر ما ممكن تستخدم البودي تحايل طاقة ماكو زين الانسولين ما يدخل السال يجي شو يسوي؟ يحرك العضلات وما يفتهم على انه جلوكوز اكو ما يدخل السيل يفتهم على انه جلوكوز باكو هذا الامبريشن مال الانزيمز والريسبتورز فيقول لك ها يعني كان ما هاي هايبوغلايسيميا فحتى يعوض عن هايبوغلايسيميا يسوي بريك داون الفات ويسوي بريك داون العضلات ويصير كل شيء بالمقلوبين ذاك تطلع الاسيتون وتطلع وكان الله يحب المحسن من عنده سؤال بعد ومن الاسيتون عنده سؤال؟ بس حبيبي الله يبارك فيك اجبتها كلمه اسيتون بعد اكو شيء والله؟ دقيقة آخر شيء. هذه كل الصورة بعد هذا أول. أوكي. الإنسولين secreted by the pancreas the beta cells مو مال. أوه عادي. كنترول. دام تقعد في الصباحيات. الإنسولين مالك واطي. لأن أنا إشفعنا هذه النورمالي. لأن ما كل أكل لأن كنت عادي. قلت خلال هالفترة نايم وش اسمك وش لكن قاعد تريق بس تريق يبدي يصحى لا اله الا الله لا اله الا الله فيا علي وكيف وصل الى امكبه قلت نتنعم بنعمة الله ونكبر به لا اله الا الله لا اله الا الله يصعد راسه وين الاكل حتى يحميك حتى يغذيك حتى يعطيك طاقة حتى تتحرك لان يسوي اي تي في ويبدي ينزل ما يظل يلح عليك زايد ويدمرك ينزل صار وقت اللانش الغداء شوية خبط بس أكيد لك الواحد ساعات حتى يلبي الطلب اللي أنت تريده أكلت وشربت وهذا حتى هذا الأبسوربشن وين يروح؟ يروح للمكانات المطلوبة ويبدأ يشتغل وهكذا بالليل فإذا يعني فانكشنال بكل معنى الكلمة مو في شيء ستريت شكل سنين 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 ماكو شكل شكل أوكي حتى كيف البرلمان هذا كل الانسولين هو العمدة مال جسمك ومال لا 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 ل
لكن هم اللي يصير بهم ديابيتس ميليتس. ليش؟ ليش؟ هسه حكينا على بابتي، حكينا ان الديابيتس ميلي تو تايبس، تايب 1 انسولين ماكو، تايب 2 انسولين كلش عالي، لكن السيرتس بتشتغل يسموها انسولين ريزيستنس. واحدة من اهم اسباب الانسولين ريزيستنس اكسسيف فات ديبوزيشن، من يزيد الفات بالفات شو اسمه بالفات ديبوتس يصير انسولين ريزيستنس، يصير ما يشتغل بعد، وياي؟ لذلك من يضعف روحه، كوليسترول كلش بيضعف روحه، تروح دايابيتس ميلتس مالته، يرجع طبيعي، يشيك الشوكر مالته كل شيء ماكو، اوكي؟ اسيتون ماكو. بس ديابيتس هي كانت ضعيفه كلش، بس صار بيها دايابيتس ليش يعني راسا سنه. خلص صار بيها ضغط طقي. ديابيتس كانت ضعيفه كلش. بس صار بيها دايابيتس سنه. هي سنه؟ عاد مو شو دايابيتس هذه؟ أمك شو تحس بيها؟ ديابيتس حلوة؟ لا ما ضرب الشاقة. شرب أو عرزت؟ ما كده. لا حلوة هي دايابيتك لأن الدهن فوق الدهن راح حلو. وإذا مو حلو مو دايابيتك. ليش واحد يقول واحد نام حلو لو كنت تضحك؟ شيء طبيعي ما يصير واحد نام حلو مو حلو. من عنده سؤال؟ يلا طلع ورقة وقلم. يا ماكو داعي ماكو اليوم بينا ورا صب العشرة. احمد طاهر ما تقولي اسمعكم وخليها فوق.